خليني ابدا معاك على طول بالخبر اللي لسه قايلينه من ساعات، ان ميسي بعت جواب او خطاب مكتوب لاداره برشلونه بيقول ان هو مش هيكون متواجد السنه الجايه في برشلونه. شفت الكلام ده ازاي؟ وكان بالنسبه لك مفاجاه ولا كان شيء متوقع؟ ده مفاجاه. مفاجاه. اه طبعا. المفروض بقى السوشيال ميديا تبدا بقى في اسبانيا. لا طبعا كان خبر مفاجئ، وكمان الغريب في الامر ان كان لسه من يومين ثلاثه بنتكلم ان ميسي قطع اجازته علشان يقعد مع كومان ويقعد مع رئيس النادي عشان يشرحوا المشروع الكتالوني الفتره اللي جايه، وكان كل الاخبار تقريبا كانت بتلمح ان ميسي متواصل او سيواصل مشواره، يمكن بقى له 20 سنه عقدين من الزمن مع برشلونه، وانه من الصعب جدا رحيله لجزئيه الشرط الجزائي وجزئيه كمان ان هو جزء كبير جدا من الكيان في برشلونه. هو طبعا مفاجاه، لانه زي ما بيقولوا انه ميسي يعني ارتبط نجاحات برشلونه في السنوات الاخيره بميسي، يعني النجم الاوحد. ميسي مش لعيب في الفرقه وبس، لا بالعكس، ده ميسي داخل في كل حاجه، يعني يعني ممكن يبقى رايه كمان، عنده راي في اللعيبه، حتى عنده راي في المدير الفني لما يبقى مدير فني جديد. ولو انت اتفقت مع ميسي امورك هتمشي. ما اتفقتش الامر صعب. الكلام ده بقى لو حصل عندنا هنا، ها؟ تتخيل بقى ردود الافعال تبقى عامله ازاي؟ يعني ايه؟ يعني قيس الجانب ما بين الاحتراف وما بين مساله نجاح فريق، ها؟ بنى نجوميته مش على، يعني بنى نجوميته على ميسي، وده احد استطاع احد انه يقلل كده، وكل الفرق كانت شغلها، بس مع عناصر بقى عناصر قويه، يعني نجاحه ما جاش من فراغ. يعني هو نجم لكن معاه نجوم بساعدته، يعني انت ايه؟ حاجه جامده لازم اللي حواليك يكونوا جامدين عشان يعرفوا يوصلوك. دي من الحاجات المفاجآت 2020، ربنا يسامحها. طبعا مفاجأة كبيرة، وخاصة لمحبي برشلونة، ويمكن زي ما شفنا في التقرير ان كمان حاكم من كاتالونيا بيطلع بيشكره على المدة اللي قضاها. كمان عايز اقول ان رونالد كومان طبعا المدير الفني القادم طبعا لبرشلونة، اعتقد كانت مفاجأة بالنسبة له، لان اتكلم بعديها وقال طبعا انا كنت اتمنى وجود ميسي، لان ميسي احسن لعيب في العالم، ومين مدرب ما يتمناش ان يكون ميسي موجود معاه في صفوفه. كمان كومان يعني اعتقد كانت مفاجاه بالنسبه له، مفاجاه لكل محبي برشلونه. السؤال اللي جاي هو رايح فين؟ يعني خلينا نتكلم، هو حضرتك كل الكلام اللي بتاع اتجاه جوارديولا، يعني مانشستر سيتي مبلغ رهيب كابتن، 700 مليون دولار، يعني ده ميزانيه، يعني دول فيها ميزانيه، دول ميزانيه، دول ميزانيه، دول كبيره، ولاعب بالحجم ده هيكون عنده طبعا يعني حساباته، اكيد عنده حساباته، وما خدش هذا القرار غير لما فكر ومعاه مستشارين ومعاه والده ومعاه وكيل بتاعه، وبيقعد يفكر واسرته وايه القرار، وخلاص شايف انه مثلا الدنيا في برشلونه ما عادتش، والعلاقه على ما يبدو يعني مع رئيس النادي مش على الوفاق. وكمان يعني حتى كومان لو قال تصريح فهو قال تصريح دبلوماسي، لكن هو في قرارة نفسه عنده ارتياح، خلاص انت شال من عليك حمل حتى لو كان يعني يعني مش ارتياح طبعا، لا هو بالنسبه له مشكله طبعا، لان ميسي من العناصر الاساسيه، وميسي لعيب كبير وهو بيعمل الفارق، لكن ممكن يكون يعني حساباته بالنسبه لل زي ما بنقول للمشروع القادم لكاتالونيا او لبرشلونه يمكن هيكون في هزه كبيره جدا. سواريز الاسبوع اللي فات بيكلموه يقولوا انت مش كل موجود، فيدال القديم كله خلاص، فيدال نفس الحاله، بتتكلم على البوسكاس نفس الحاجه، بنتكلم على لعيبه بيكي ايضا من اللعيبه اللي ممكن ترحل. فانت عندك خمس ست لاعبين على مستوى عالي جدا يرحلوا لبرشلونه، وعلامه الاستفهام الى اين برشلونه. الجزء الثاني زي ما انت قلت المان سيتي، يعني انت لو عديت على صوابع اليد مين يقدر يدفع هذا المبلغ وهذا؟ باريس سان جيرمان اعتقد، بس خلاص. والمان سيتي ممكن، لانه باريس سان جيرمان كمان يعني حيل متحطم على يد بايرن ميونخ في نهائي، يعني شوف قد ايه المحاولات ودفع وكم دفع من اموال لشراء النجوم وشراء اللقب، يعني زي ما تقول انت كنت عاوز تعيد نفسك للمشهد الاوروبي بالصوره، لكن كل المحاولات استحطمت على ايه؟ على اقدام البايرن. البايرن فريق كبير، ورغم انه باريس عمل مباراه كبيره، مباراة كان فيها شد وجذب، ومباراة صعبة جدا على الفرقتين، كان قريب من تعادل في وقت من الاوقات، من الاوقات كانت قريبة جدا، ولكن طبعا حارس المرمى ويعني الفرق الكبيرة دايما بتبقى البناء الاساسي بتاعها وخط الدفاع، يعني اذا لم تدافع جيدا لا تستطيع ان تهاجم. حارس المرمى حارس المرمى يعني حارس المرمى يعني مش بقول لك نصف الفريق، ده نصف الفريق كله في ده خلاص، كوره مع تطور حارس مرمى بيبقى مداب، وبيبقى ليبرو، وبيبقى عينين الفريق من المنطقه الخلفيه.
فهنا هيبقى صراع، هل هو حسم امره مع مانشستر سيتي وراح الدوري الانجليزي، ولا اكيد هيبقى فيه عرض المرعب ده اعتقد اللي يقدر يدفعه باريس سان جيرمان؟ يعني بحكم كمان علاقات تانية خلي بالك، يعني احنا تقصد طبعا الميزانيات يعني في باريس سان جيرمان ممكن تكون مفتوحه بشكل مفتوحة اكبر طبعاً، لكن المان سيتي كمان واعتقد وجود جارديولا هناك ووجود حافز كمان هناك مع لعيبه مميزه، اصل كمان خلي بالك العلاقه ما بين ميسي ونيمار ما كانتش على المستوى المطلوب، يعني في اواخر يمكن عشان كده نيمار مشي من برشلونه ليه جزء طبعا عقد كبير جدا، وكمان انت هو حابب يكون النجم الاوحد مش الاوحد لكن النجم الاكثر الابرز في الفريق طبعا، فوجود ميسي لباريس سان جيرمان ممكن يكون عليها بعض علامات الاستفهام، لكن عن طريق المان سيتي ممكن يكون هو الاقرب، الله اعلم لسه ما فيش اخبار مؤكده، لكن يعني انا من خلال هم يمكن يا كابتن هم الوحيدين اللي دخلوا في الصوره بطريقه مباشره المان سيتي. المان سيتي برضو عنده مشكله دوري ابطال اوروبا عامله له عقده وعاوز يكسرها، ومعاه مدرب بيقدم اداء اكثر من رائع في الدوري الانجليزي وحتى في المباريات، ولكن برضو عنده في تكه كده مش عارفه ايه، مش عارفه توصل يعني ايه، عاوز حد يوصلك. طبعا هتبقى يعني دي من مفاجات العالم في 2020، مفاجات 2020 صحيح دي عماله تدينا كل شيء جديد. انك انت برشلونه من غير ميسي، من غير ميسي هيبقى مشكله كبيره جدا على فكره، الفريق هياخد فتره كبيره جدا عشان هيعاني البحث عن نجوم. لازم تلاحظ كمان انه المعين نضب، معين المواهب، وانا قلت لحضرتك اتكلمنا في المره اللي فاتت على مستوى العالم معدودين ما فيش خلاص، يعني انت يعني المفروض هنؤرخ ونؤسس لما بعد ميسي ورونالدو، يعني في ميسي ورونالدو كان حاجه، بعديهم مين اللي جاي؟ يعني هتمسك ورقه وقلم هتبص هتكتشف انه المساله بقت صعبه، يعني ايه؟ النجوم حتى البرازيل اللي هم صحره الكوره حتى يعني قلت المواهب، ما فيش في حاله تغير كبير جدا في الوضع، اصبح كل الاتجاه الى ما اشباه النجوم، الى ايه؟ اللي يعني وفي لعيبه على مستوى عالي، في لعيبه مستوى لكن ايه ما تديكش لسه قدامهم، يعني لسه قدامهم لسه قدامهم لسه عندهم 19 فهيكون بدءا من الساعه دي ومن الخطاب اللي وجهه ميسي هيبدا الحديث وتدور السيناريوهات والتقارير صحيح عن الاسباب والقرار وما وراء هذا القرار المفاجئ، وهل فعلا تم الاتفاق، وهو قال لك ان انا في بند في عادي بيديني الفرصه ان انا اطلب ان انا افسخ العقد وتاخذ الشرط الجزائي، يبقى هو على ما يبدو انه ما خدش الخطوه دي الا اذا ما كان هو تم الاتفاق على شيء ده حقيقي.